مراسل العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق صالات في معبر رفح، وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أحرقت مرافق معبر رفح البري. كان جيش الاحتلال قد سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الشهر الماضي، ما حرم قطاع غزة من دخول مساعدات إنسانية عبر المعبر الأساسي في القطاع. وفي حديث للعربي، وصف المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة تيسير محيسن حرق صالة المغادرين في معبر رفح بالجريمة البشعة، قائلا إنها تمثل جزءا يسيرا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. تدمير الصالات في داخل معبر رفح هذا أمر يعني يعتبر شيء يعني يسير من الجرائم البشعه والمروعه التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي على مدى 8 شهور، ولا زال حتى هذه اللحظه يرتكبها في قطاع غزه. نتابع تطورات المشهد ميدانيا جنوب القطاع مع مراسلنا عبد الله مقداد، ينضم الينا من دير البلح. وفي ابرز الاخبار اليوم، كما كنا نتابع في الخبر وفي الصور عبد الله، تعمد الاحتلال حرق صالات معبر رفح. هذا صحيح جمال، يأتي ذلك في سياق عملية تدمير ممنهجة يمارسها الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع. معبر رفح هو واحد من المعابر الهامة والذي يعتبر الشريان الوحيد لسكان قطاع غزة باتجاه العالم الخارجي. دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو دمرت الجزء الأكبر منه منذ بداية هذه العملية العسكرية، واليوم أحرقت معظم صالات المسافرين ومرافقه الحيوية. وهذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي تعمد إخراج هذا المرفق الحيوي والسيادي الهام للفلسطينيين عن الخدمة، وهذا يعني بأنه يريد أن يقضي على أي أمل لهم بالخروج أو تسهيل خروج هؤلاء المواطنين. هذا المعبر كان يخرج منه المرضى وأصحاب الحاجات الماسة للسفر وكذلك الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية، على الرغم من الصعوبات الكبيرة جدا والكثيرة التي وضعها الجيش الإسرائيلي أمام خروج المرضى بشكل أساس وحتى الجرحى، إلا أنه كان يخرج العدد القليل من الجرحى للعلاج خارج القطاع. لكن مع استمرار العملية العسكرية اليوم دمر هذا المعبر بشكل كبير، وهذا جزء أساس من منهج كبير أو سياسة كبيرة ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب القطاع. يتعمد الجيش الإسرائيلي على سياسة التدمير وحرق الممتلكات العامة وحتى منازل المواطنين، وهذا ملاحظ في خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في معظم الأماكن سواء في شمال القطاع أو حتى في جنوبه، كما جرت حتى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قبل نحو شهرين عندما كانت تتواجد القوات الإسرائيلية، وشهدنا كيف دمرت الممتلكات العامة والمرافق الحيوية إما بالتفجير أو بالقصف أو حتى بعملية إحراق هذه المرافق والأماكن العامة أو حتى منازل المواطنين. لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية هناك، يتمركز تواجد الجيش الإسرائيلي في وسط المدينة وأيضا في المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع. من حين لآخر يقوم الجيش الإسرائيلي والطائرات المسيرة تقوم بعمليات إطلاق للنيران باتجاه منازل المواطنين وباتجاه أي جسم متحرك في داخل المدينة، وذلك في إطار توسيع لعمليات التمشيط والاقتحام والمداهمة لمنازل المواطنين سواء في شرق المدينة أو في الوسط أو حتى في المناطق الغربية. أيضا المشهد الإنساني هو جزء من المشهد هناك في رفح جنوب القطاع. رفح كانت تكتظ بالنازحين وكانت تؤوي الجزء الأكبر من النازحين في داخل المدينة. بعد بداية هذه العملية العسكرية نزح الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين إلى شمال مدينة رفح، أي باتجاه منطقة خان يونس، وجزء كبير تمركز حاليا في مدينة دير البلح وسط القطاع. هؤلاء لا زالوا يعيشون تحت وطأة الظروف الإنسانية القاسية والقاهرة جدا، لا تتوفر لديهم الكثير من المرافق الحيوية، لا تتوفر لديهم بنى تحتية، لا يتمتعون بالخدمات، ولا توجد لديهم خدمات أساسية كالكهرباء أو المياه أو غيرها من الخدمات الإنسانية الأساسية، وهذا يعني إطفاء المزيد من المعاناة على واقعهم الحياتي هناك. عبد الله مقداد من دير البلح، شكرا جزيلا لك عبد الله.